أهلا بكم. انتشرت أنباء يمكن خلال الساعات الماضية بتفيد بأن النادي الأهلي وضع الرتوش الأخيرة على عقد ضم أشرف بن شرقي، طبعا جناح الزمالك، لينتقل لصفوف القلعة الحمراء خلال طبعا موسم الانتقالات الصيفية القادم. أول رد لنادي الزمالك على أنباء انتقال بن شرقي للأهلي هو أنه رحيل أي لاعب في نهاية شهر يونيو بيعد هروب مش رحيل. مصدر مسؤول في نادي الزمالك يمكن علق على حقيقة انتهاء يعني العقود الخاصة ببعض اللعيبة في نهاية شهر يونيو رغم امتداد الموسم الكروي لنهاية شهر أغسطس. قال المصدر في تصريحات خاصة اليوم السبعة إنه يعني العقود الخاصة بجميع اللعيبة اللي هتنتهي أو هينتهي تعاقدهم مع الزمالك مستمر مع الفريق لحد نهاية الموسم مش نهاية شهر يونيو. أكد إنه رحيل أي لاعب في نهاية شهر يونيو هروب مش رحيل. أيضا هو ذكر في تصريحاته أنه إدارة نادي الزمالك مش هتقدر تمنع أي لاعب من فكرة الهروب، لكن بإمكانها أنها يعني تتخذ بعض الإجراءات اللي بيصعب أو خلينا نقول بتصعب هذا الأمر على اللاعب، زي مثلا خطاب، يعني الخطاب اللي تم إرساله لاتحاد الكرة والخاص بموعد انتهاء عقود اللاعبين، غيرها يعني غيرها من الإجراءات اللي بتصعب هروب أي لاعب قبل نهاية الموسم. أشرف بن شرقي جناح الزمالك يمكن أخطر إدارة الزمالك بأنه تعاقده هينتهي بنهاية شهر يونيو وبعدها هيرحل عن الفريق بغض النظر عن عدم انتهاء الموسم الكروي أو لا. هذا الأمر سبق يمكن وتكرر مع فجاني ساسي اللي أيضا يعني رحل في نهاية شهر يونيو ويمكن قبل ما ينتهي الموسم في مصر وانتقل صفوف الدحيل القطري. يمكن بن شرقي تبع الإجراءات المتعارف عليها، أخطر إدارة ناديه ميعاد انتهاء تعاقده يمكن قبل حلوله فترة كافية علشان يقدر النادي إنه يوفر طبعا البديل أو يستعد على الأقل للمرحلة المقبلة، خاصة إنه بيعاني ممكن نادي الزمالك بيعاني من نقص عددي عشان يكون الكلام واضح، يمكن من بداية انطلاق الموسم بسبب يعني عدم تمكن من حصول أي صفقات جديدة في ظل طبعا إيقاف القيد يمكن حصل ليه فترتين اللي تعرض لها النادي الأبيض. طيب خلينا نقول برضو إنه في بيانات كثيرة وأنباء أخرى أشارت إلى إنه مسؤولين النادي الأهلي أيضا وضعوا الرتوش الأخيرة في الاتفاق مع أشرف بن شرقي علشان يتعاقدوا معاه خلال الفترة القادمة وتحديدا الانتقالات الصيفية. يمكن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي يعني عقد عدة جلسات مع بن شرقي، يمكن كان آخرها أيام قليلة بالمناسبة وتم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد بين الطرفين، إلى أنه اللاعب طلب تأجيل التوقيع إلى حين انتهاء مدة تعاقده بشكل رسمي مع نادي طبعا نادي الزمالك 30 يونيو القادم. ويمكن الزمالك بيحتل طبعا صدارة جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعد ما لعب 19 مباراة فاز فيها في 13 لقاء وتعادل في ماتشين وخسر 4 لقاءات وسجل لعيبة الزمالك 32 هدف شباك وتلقي 19 هدف فريق الزمالك. يمكن بيواجه سوء حظ خلينا نقول في الماتشات اللي لعبها على استاد القاهرة يمكن منذ تولي فريرة تدريب المنتخب طبعا بعد باتريس كارتيرون، يمكن فشل الزمالك في تحقيق الفوز او حتى تسجيل اي هدف خلال 5 مباريات يمكن خاضها على هذا الملعب، لكن كل التوفيق بالتاكيد للنادي الابيض، كل التوفيق للنادي الاحمر، ناديين كبار قطبي الكره المصريه بالتاكيد. كانت التفاصيل الموجوده حتى الان بخصوص اشرف بن شرقي. شكرا لمتابعه حضراتكم، كونوا في امان الله، الى اللقاء.